أهلا وسهلا في مقطع جديد من سلسلة معلومة طبية. المقطع ده هتكلم فيه عن مرض مشهور جدا وهو السكري أو السكر أو باللاتينية diabetes mellitus. معلومة طريفة سريعا، سبب تسميته باللاتينية diabetes mellitus، diabetes يعني fountain أو شلال أو نبع، وميلتس معناها عسل أو مسكر. يقال إن في بداية اكتشاف المرض العلماء لاحظوا إن البول بيبقى مسكر لأن غالبا حد منهم ضاقه، فسموه الفاونتن، النبع المسكر. قبل ما نتكلم عن مرض السكر بنوعيه تايب 1 وتايب 2، هنشرح ايه هم تايب 1 وتايب 2، ايه أسبابهم وايه علاجهم وايه طرق تجنبهم. نتكلم بسرعة عن دورة حياة السكر في الجسم الأول عشان يبقى عندك فكرة ازاي المرض بيحصل. اولا لما الواحد بياكل اي وجبة، معظم الاكل اللي احنا بناكله بيتكون من 3 حاجات رئيسية: البروتينز والدهون والكربوهيدراتس او النشويات او السكريات، دي بتندرج تحت الكربوهيدراتس. البروتين وحدة تكوينها الامينو اسيدز، الدهون فيها ترايجليسرايدز وفاتي اسيدز، الكربوهيدرات وحدة تكوينها السكر الأحادي. لما سكر أحادي يعني 6 ذرات كربون، دول بيعملوا السكر الأحادي. لو حطيت 2 منهم مع بعض بكونفرميشن مختلف ممكن يعملوا سكر ثنائي زي السكر بتاع الشاي، ده سكر ثنائي. لو حطيت مجموعة منهم مع بعض ممكن يعملوا سكر معقد، يعني تاخد بقى كذا جلوكوز مثلا، ده 6، وده وحدة الشغل الأساسية في الجسم هو الجلوكوز. ده معظم صور الفيول أو الطاقة في الجسم هو الجلوكوز. في فركتوز، ده برضه سكر أحادي بس ده مش معتمد عليه أوي في الجسم زي الجلوكوز. وفي الجلاكتوز وفي أنواع تانية من السكريات الأحادية، لكن الجلوكوز هو الدوميننت أو الأكثر عنصر وقود بتستعمله كل خلايا الجسم كوقود ليها. فهو حاجة مهمة، مش حاجة مش وحشة يعني. هو الجلوكوز هو حاجة مهمة عشان كل الخلايا اللي في الجسم تستعمله كوقود ليها. طيب أنا كلت دلوقتي الأكل اللي أنا كلته نزل في المعدة وبعد كده نزل في أول جزء من الأمعاء اللي هو الدوودينم دوت. ده أول جزء يبتدي فيه الهضم. في طبعا انزيمات هاضمه في اللعاب وبتاع، لكن مش كبيره لدرجه ان هي يعتمد عليها يعني. لكن الهضم اللي بيعتمد عليه بيحصل هنا في الدوودينم. بتطلع انزيمز كتير جدا من البانكرياس، ده البانكرياس هنا، ده بتطلع انزيمز منه تتصب على الفود بولوس او الاكل ده عشان تحول الاكل المعقد، البروتين مثلا اللي هو متكون من كذا امينو اسيدز، تكسرهم وترجعهم لوحدات تكوينهم الامينو اسيدز، وبعد كده تروح للكبد عشان الكبد يقدر يستعملها في بناء حاجة تاني. الدهون برضو كذلك بيطلع انزيمات من البنكرياس وشوية عصارة من الجول بلادر أو المرارة عشان تدوب الدهن ده وتحوله لمكوناته الأساسية، برضو الكبد بياخده ويبتدي يستعمله في حاجة تاني. السكر كذلك بيطلع انزيمز من البنكرياس تكسر السكريات المعقدة دي. لو سكر مثلا مكون من وحدتين جلوكوز او جالاكتوز او فركتوز، بيكسرهم ويرجعهم لمكوناتهم الاساسيه، وبعدين يروحوا للكبد عشان الكبد برضو يقدر يا اما يوزعهم على مكان تاني او يخزنهم في شكل حاجه تانيه زي الجلايكوجين او الدهون، عشان لما الجسم يحتاجهم لما مستوى السكر يقل في الدم يرجعهم تاني، يعمل حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس الكبد، وياخد الحاجات اللي هو كان مخزنها قبل كده ديت في شكل دهون، السكر اللي كان خزنه في شكل دهون او في شكل جلايكوجين، يكسره ويرجعه جلوكوز تاني وبعدين يطلعه في الدم تاني عشان بقية الخلايا تستعمله. فدي دورة حياة السكر. لكن الكبد بيعتمد على حاجة في موضوع تخزين السكر. مستوى السكر العادي في الدم بيبقى من 70 ل 110، في معامل بتعتمد على 80 ل 120، بس في العادي 70 ل 110. اقل من 70 يعتبر هايبوجلايسيميا ويعتبر السكر قليل في الدم، اكتر من 110 يعتبر السكر عالي في الدم. بعد ما بتاكل انت على طول السكر ده كله نزل
هنا في الدعادنة واتهضم على طول، فبيروح طالع بيتم امتصاصه في جدار الأمعاء ديت، فبيدخل للدم يعلي السكر في الدم جدا، السكر كتير جدا داخل، بقى كمية جلوكوز كتيرة جدا، كسر هو كل المكونات ديت وحولها والنشا ده وحوله الجلوكوز، والجلوكوز ده بيعلى كله مرة واحدة في الدم. فبتلاقي ممكن تلاقيك بعد ما بتاكل السكر عالي جدا، بقى مثلا 240 بعد ما اتاكل على طول. طب ايه اللي بيحصل؟ كل السكر العالي ده محتاج يدخل الكبد عشان الكبد يبتدي يخزنه ويظبط مستوى السكر تاني، يرجعه للمستوى اللي هو المطلوب 70 ل 110. هنفترض ان دي خلية كبد هنا، وهنا في مركب الجلوكوز ده او سكر الجلوكوز، في المولكيول ده الجلوكوز عايز يدخل هنا جوه الكبد عشان الكبد يتعامل معاه. في هنا مستقبل بره على الكبد اسمه جلوت 4، وده موجود على خلية الكبد، موجود على الخلايا الدهنية، وموجود على خلايا العضلات. الجلوت 4 ده مستقبل بيعمل ايه؟ يعني مستقبل يعني حاجة كده تمسك جزيء الجلوكوز ده، وبعدين تروح مدخلاه جوه خلية الكبد. الكبد بقى يبتدي يتعامل معاه، يا إما يعمله مركب تاني زي الجلايكوجين، يركب كام جلوكوز على بعض، يروح عاملهم حتة جلايكوجين كده، أو يروح محولهم لدهون. بس عشان الجلوت 4 ده يشتغل محتاج إذن من حاجة اسمها الأنسولين. فالأنسولين هو اللي بيخلي المستقبل الجلوت 4 ده يقدر يمسك الجلوكوز من أو السكر ده، يمسكه من الدم ويرجعه جوه خلية الكبد. فمحتاج البرميشن او الاذن بتاع الانسولين. طيب وهكذا برضو على خلية العضلات، لو انت بتعمل رياضة محتاج ان انت الجلوكوز اللي موجود ده عايز يدخل جوه العضلة عشان يتحرق، لان ده الوقود بتاعها زي البنزين بتاع العربية، برضو عليها المستقبل ده جلوت 4، بس عشان يشتغل ويقدر يمسك جلوكوز المولكيول بتاع الجلوكوز ده ويدخله جوه العضلة، محتاج برضو اذن الانسولين، محتاج الانسولين يبقى موجود عشان يمسكه ويدخله جوه، يدخله جوه العضلة والعضلة تبتدي تحرقه وتستعمله كوقود ليها. ده دورة الحياة الطبيعية. فبعد ما بتاكل على طول الكبد في خلال أول ساعة دي بيروح واخد كل السكر اللي عالي في الدم ده مرة واحدة بعد الأكل، يروح مدخله جوه عن طريق استعمال بالإذن بتاع الأنسولين، الأنسولين بيعلى جدا بعد الأكل، ويروح مدخله جوه خلايا الكبد ويبتدي يتعامل معاها بقى، إذا كان هيخزنها أو هيستعملها في حاجة. بيطلع منين الانسولين ده؟ الانسولين بيطلع من البنكرياس برضه، يعني البنكرياس بيطلع الانزيمات الهاضمه، وفي نفس الوقت في حاجه في البنكرياس اسمها البيتا سيلز، دي خلايا صغيره جدا موجوده في حته جوه البنكرياس اسمها لانجرهانز سيلز، جزر لانجرهانز او الايلتس اوف لانجرهانز، بيبقى في موجود فيها البيتا سيلز دي، هي دي اللي بتطلع الانسولين. في نوع تاني من الهرمونز اسمه جلوكاجون، ده بيطلع من الفا سيلز، ده خليه على جنب دلوقتي عشان هنحتاجه بعدين. الالفا سيلز دي اللي بتطلع الجلوكاجون، دي خليه على جنب، لكن البيتا سيلز دي بتطلع الانسولين. فكده الدورة الطبيعية ان انت نراجع تاني، الاكل دخل المعدة، دخل الاثنى عشر ده والدوودينم، طلعت الانزيمات الهاضمة دي من البنكرياس، هضمت السكريات المعقدة حولتها لجلوكوز، الجلوكوز عالي جدا في الدم، طلع الانسولين اول ما الجلوكوز ده عالي، طلع من الايلتس اوف لانجر هانز او البيتا سيلز دي بتاعت البنكرياس، قالت لخلايا الكبد الجلوكوز عالي خديه عندك، قالت لخلايا العضلات الجلوكوز عالي خديه عندك، قالت لخلايا الدهون الجلوكوز عالي خديه عندك، دخليه جوه عشان الجلوكوز يرجع يبقى في المستوى الطبيعي بتاعه في الدم اللي هو من 70 ل 110. ايه اللي بيحصل بقى لمريض السكر؟ ايه المشكله عند مريض السكر؟ نتكلم الاول عن تايب 1. السكر هو نوعين، تايب 1 وتايب 2، الاثنين بيحصل فيهم خلل في البيتا سيلز اللي بتفرز الانسولين ده. تايب 1 ايه اللي بيحصل؟ تايب 1 دايما معظمه بيبتدي في الطفولة، معظم الناس اللي بتشخصوا بتايب 1 بيبتدي عندهم من هم اطفال. معظم الدراسات اللي اتعملت على الموضوع ده عشان يكتشفوا ايه السبب، غالبا معظمهم اجمعوا ان هي اوتو اميون ديزيز. يعني ايه اوتو اميون؟ يعني جهاز المناعه لسبب غير معروف بيدمر الخلايا دي بتاعه البنكرياس، لجهاز المناعه بتاع الجسم نفسه بيروح داخل على الخلايا دي البيتا سيلز اللي بتطلع الانسولين ديت، وروح مدمرها
عشان كده اسمها اوتو. اوتو يعني سيلف، يعني بتاعت نفس الجسم. اميون يعني مناعة، ديزيز يعني مرض، مرض مناعي تلقائي كده، المناعة بتروح داخلة على الخلايا دي مخلصة عليها. ايه السبب؟ غير معروف. في ناس اعتقد ان هو ممكن يكون فيروس، ممكن يكون اي حاجة تاني، لكن هو في النهاية جهاز المناعة بيدمر الخلايا دي. فاللي بيحصل ان الطفل ده دلوقتي بيبقى ما عندوش بيتا سيلز، ما فيش انسولين في جسمه خالص. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بياكل، السكر يبقى عالي جدا في الدم، لكن الجسم مش عارف يستعمله، هو عالي جدا، بس انا عشان ادخله جوه خليه واقدر استعمله انا محتاج الانسولين. لو مفيش انسولين هيفضل عالي جدا في الدم لكن انا مش عارف استعمله. فتلاقي المريض رفيع جدا، رفيع جدا. ليه؟ لان حتى خلايا الدهون بتاعته اللي هي ممكن تاخد الجلوكوز ده تدخله جواها عشان تعمل شويه دهون، مفيش انسولين عشان يدخل الجلوكوز ده جواها. وفي نفس الوقت السكر عالي جدا في الدم، بعد كل أكلة السكر بقى عالي جدا في الدم، ساعات الأرقام بتوصل 700 و800 و1000 كمان ساعات. دي مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ يعني لو حصل كده، أنت عندك هنا ده وعاء دموي، في هنا جلوكوز. لو افترضت إن أنت عندك كوباية مية فيها مية بس، وفي كوباية مية تاني بس في انت مدوب فيها 10 معالق سكر، وبعدين حطيتهم جنب بعض وشلت الحاجز اللي بينهم، السكر هيمص المية اللي موجودة في الكوباية التانية، لأن هو الأزمولاليتي بتاعته أو الكثافة بتاعته عالية. الأزمولاليتي ديت يعني كمية الحاجات المذابة في المية عالية. فبتعمل ايه عشان تتعادل، عشان توازن؟ تروح سحب المية اللي موجودة في الكوباية التانية عشان تركيزها يقل. فلما الجلوكوز يبقى عالي جدا جوه الوعاء الدموي ده في الدم، ودي خلايا الجسم العادية، يروح ساحب المية اللي موجودة جوه خلايا الجسم العادية يدخلها في قلب الأوعية الدموية عشان بيحاول يعادل السكر العالي قوي ده، الأزمولاليتي العالي قوي دي، بيحاول ياخد لها مية عشان يقللها، يقلل التركيز بتاعه. المريض ده بيجي له حاجه اسمها دي هايدريشن، يعني الميه اللي في جسمه بتنشف، الميه اللي في الخلايا بتنشف لان كلها اتسحبت ودخلت الدم. طيب دلوقتي في دم، ميه عاليه جدا في الدم، وفي جلوكوز عالي جدا. في الدم ده بعد ما بيلف على الجسم بيروح للكليتين. افترض هنا كده في كليه وفي هنا كليه تاني. الكليه من وظيفتها ان هي الدم بعد ما تعمله فلتريشن فيها تاخد السكر اللي موجود وترجعه تاني، لكن الكلية تقدر تعمل كده لحد تركيز السكر ما يبقى 180. لو عالي عن 180 الكلية ما تقدرش ترجعه تاني، فيروح نازل السكر في البول. هي بتقدر ترجع لغاية تركيز السكر في الدم ما يكون 180، أعلى من 180 ما بتقدرش، بيبقى كتير جدا عليها، فبتسيبه ينزل في البول. فبتلاقي مريض السكر، السكر باين عنده في البول، والنتيجة إن هو السكر ده نزل، ونزل معاه كمية مية كبيرة جدا اللي هو سحبها من الجسم. فالإنسان بيدخل في دي هايدريشن، جفاف جامد جدا، جفاف جامد جدا يحصل له، وبعدين مش قادر ياخد الطاقة اللي هو محتاجها، فبتبتدي الخلايا تموت. وبعدين يطلع كمان السكر العالي ده بيعمل حاجة اسمها أسيدوسيس، يعني درجة حمضية عالية جدا. لما الحمضية دي تبقى عالية جدا، البوتاسيوم كمان يطلع من الخلايا، الخلايا مليانه بوتاسيوم، البوتاسيوم يطلع من الخلايا، البوتاسيوم ده ممكن يوقف القلب. لو البوتاسيوم عالي جدا بالشكل ده ممكن البوتاسيوم يوصل ل7 او 8، المفروض الطبيعي بتاع البوتاسيوم من 3.5 ل 5. في ناس في الكيتو اسيدوز يبقى البوتاسيوم 7.5 او 8، لو البوتاسيوم عالي كده ممكن يوقف القلب. ودرجه الحمضيه العاليه ديت ممكن تؤدي للوفاه، الكيتو اسيدوسيس ديت ممكن تؤدي للوفاه. ده بالإضافة كمان لأن الجسم مش عارف يستعمل السكر ده، فبيبتدي يكسر الدهون عشان يعمل منها وقود ليه. تكسير الدهون ده في حد ذاته لما بيبقى بالطريقة دي بيبقى اسمه كيتو جينيسيس. الكيتون بوديز ديت بتعمل أسيدوسيس برضو، عشان كده اسمها كيتو أسيدوسيس، والحالة دي قد تؤدي للوفاة في بعض الأوقات. ودي بتيجي معظمها بيجي لتايب 1 اللي عنده النوع الأول اللي هو ما عندوش انسولين خالص. طب ده تعمل ايه عشان تتجنبه؟ للاسف مفيش اي طريقه معروفه عشان تتجنبه، لان اصلا محدش عارف ايه السبب اللي بيخليه. هو عارفين الميكانيزم اللي هو جهاز المناعه بيدمر خلايا البيتا سيلز، لكن ايه السبب محدش عارف.
فمحدش عارف ازاي ممكن تتجنبه. غالبا معظمها بتبقى جزء منها عامل وراثي، ومعظمها حاجات ايديوباثيك او غير معروفة. طب انا ازاي اعرف ان انا عندي تايب 1؟ بص، تلاقي الطفل لما بيبتدي، معظم الاطفال اللي بيبتدي عندهم الموضوع ده بيبقوا تقريبا ما بين 5 ل10 سنين. بتلاقي الطفل يخس بسرعة، يفقد وزن كتير مرة واحدة. تلاقي الطفل خمدان وتعبان دايما. تلاقيه واضح ان هو عنده جفاف، الجلد بتاعه مفهوش نضارة الجلد. لو مسكت الجلد كده وعملته كده، لأن الجلد ده مليان ميه، يرجع تاني مكانه. لكن اللي عنده جفاف لو عملت كده وسبته، تلاقي الجلد لسه مشدود لأنه ناشف. تلاقي الطفل بيشرب ميه كتير جدا، وفي نفس الوقت بيتبول كتير جدا، لأن الميه اللي عمال يشربها دي كلها جسمه فيه جفاف، مش عارف يستفيد منها، مش عارف يدخلها جوه الخلايا تاني، لأن السكر عالي جدا في الدم، والسكر العالي ده والميه الكتير جدا الموجوده في الأوعية الدموية دي الكلية بتتخلص منها، فتلاقيه بيتبول كتير جدا. ريحة بقه تلاقيها ريحة الأسيتون لو هو في كيتو اسيدوسس. ممكن يغمى عليه لما السكر يكون عادي بالطريقه دي. فانا لو لقيت الطفل بيتبول كتير وبيشرب كتير قوي كده وخاسس، اخده عند الطبيب واعمل له تحليل سكر. افضل حاجه بنعتمد عليها عشان نقول ان ده عنده السكر حاجه اسمها الهيموجلوبين A1C. ده الجولد ستاندرد دلوقتي، ده حاجه بتتقاس، اللي هو بيقولوا عليه في مصر السكر التراكمي، اللي هو بيقعد 3 شهور، لأن ده السكر اللي بيتعلق على الهيموجلوبين بتاع الخلايا، بتاع خلايا الدم الحمراء. لما بتقيسه بتعرف السكر عامل ايه في ال3 شهور اللي فاتوا، اسمه السكر التراكمي، وده الهول مارك يعني، والجولد ستاندرد. وبعد كده الطفل ده بيتعمل له شوية تحاليل تاني، حاجة اسمها السي بيبتايد، لأن لما الانسولين بيتعمل بيتكسر منه تليف كده حتة اسمها السي بيبتايد. فلما تقيس السي بيبتايد ديت في الدم، لو لقيتها مش موجوده يبقى الجسم ده ما بيعملش انسولين اصلا، او لو لقيتها قليله. ده كده تايب 1. طيب تايب 2 ايه اللي بيحصل فيه؟ تايب 2 غالبا ما بيجيش للاطفال. تايب 2 بيجي للادلتس، للبالغين. تايب 2 معظمه برضو بيحصل للناس اللي اوفر ويت، اللي وزنهم زياده، وزنهم زيادة عن الوزن الطبيعي بتاعه. ليه تايب 2 بيحصل؟ ايه اللي بيحصل بقى في تايب 2؟ احنا قلنا تايب 1 الخلايا دي بتبقى اتدمرت خالص، اللي هي البيتا سيلز ديت اللي بتطلع الانسولين. طب تايب 2 ايه اللي بيحصل فيه؟ تايب 2 غالبا بيحصل لسبب غير معروف برضو، خمول في الخلايا البيتا سيلز بتاعت البنكرياس ديت. البيتا سيلز ديت بيبقى فيها خمول، وساعات بيبقى عددها اقل من الطبيعي، اقل من العدد الطبيعي. فوق ده كله بقى بيحصل حاجه اسمها peripheral insulin resistance. يعني ايه؟ يعني في انسولين موجود، لكن الخلايا دي اللي احنا المستقبلات اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي الجلوت فورس، عندها ريزيستنس للانسولين، ما بتستجيبش ليه. يبقى في انسولين موجود لكن المستقبلات دي مش مستجيبه ليه. الانسولين قليل اوريدي، والخلايا دي قليله اوريدي، وفي نفس الوقت الخلايا المستقبلة دي اللي هي المفروض تستقبل الانسولين وتسمع كلامه وتدخل السكر جوه الدم، بيبقى عندها ريزيستنس، بتقاوم الانسولين ده، مش عايزة تستجيب ليه، مش بتسمع كلامه بسرعة. ده السبب الاساسي او الاسباب الاساسية اللي بتحصل لتايب 2، ومعظمها بتحصل للناس الاوفر ويت زي ما قلنا. لان لما يكون عندك جسم مثلا وزنه 70 كيلو، محتاج كمية انسولين اللي طالعة من البنكرياس اللي هو اصلا بقى بدأ يبقى تعبان ده، محتاج كمية انسولين مثلا، هنقول اي ارقام كده عشوائية، يعني نقول مثلا ايه 10 يونتس مثلا. لو الجسم ده بقى وزنه 100 كيلو مرة واحدة، انت زودت 30 كيلو، ال 30 كيلو دول هيشاركوا ال 70 كيلو اللي كانوا قبل كده، هيشاركوهم في نفس كمية الانسولين اللي هي محدودة من البنكرياس اللي هو اصلا تعبان، فهيبقى الانسولين اوريدي اقل، وبعدين يحصل الريزيستنس ده كمان بعد كده. فالوزن الزياده ده مشكله كبيره جدا. اكل السكر الكتير والسكريات الكتير ده بيزود الوزن، وبرضه بيتعب الخلايا ديت لانه بيضغط عليها عشان تطلع انسولين اكتر وهي اوريدي تعبانه. ايه من الاسباب التانيه؟ العامل الوراثي. العامل الوراثي كبير جدا في تايب 2، يعني العائلات اللي تلاقي فيها تايب 2
بتلاقي دايما التايب 2 ده منتشر. فاللي عنده اب او اخ عنده تايب 2 عنده السكر يحرص على نفسه جدا، لان هو عرضة اكتر من اي شخص تاني اهله ما عندهمش سكر ان هو يجيله السكر، ويجيله السكر في عمر صغير مش عمر كبير، يعني في معظم الوقت يبتدي في الاربعينات او في الخمسينات او في الثلاثينات ساعات. طيب اعمل ايه عشان اتجنب الموضوع؟ لو انا اوريدي، لو انا اهلي مثلا عندهم، او لو انا حتى اهلي ما عندهمش، اولا لو انا اهلي عندهم السكر اخاف على نفسي زياده عن الانسان الطبيعي، لكن حتى لو ما عندهمش فانا كده يعني تعتبر جيناتي افضل شويه، لكن لو انا اهلي عنده السكر فانا اوريدي شايل الجينات اللي هي بتاعت البنكرياس اللي خلاها تعبانه، ده البيتا سيلز بتاعته تعبانه. اولا احاول ان انا وزني ما يزيدش عن الوزن الطبيعي بتاعي بتاع طولي، لان كل ما زاد الوزن قلنا بيبقى كده ضغط على البنكرياس اكتر. احاول ان انا اتجنب الاكل اللي السكر فيه عالي جدا، الحلويات والحاجات اللي فيها سكر عالي جدا، لان ده ضغط زياده، حمل زياده على البنكرياس وحمل زياده على السيستم ده اللي هو اوريدي لو انا جيناتي تعبانه فهو اوريدي تعبان، ما هوش جامد قوي يعني، فلما احمله بحلويات ومأكولات فيها سكر عالي وسكر كتير ده ضغط زياده عليه. اعمل رياضه زي ما قلنا، الموضوع ده ماشي معانا في كل الامراض تقريبا، 10 15 دقيقه يوميا حتى لو ماشي، لان ده بيسهل المهم على الكبد، بدل ما الكبد هو اللي يقوم بالوظيفه كلها لوحده، لما انا بحرك العضلات بخلي كمان العضلات تسحب من السكر اللي موجود في الدم ده وتعمل تنشيط للنظام. اشرب ميه كتير برضو، الموضوع ده مهم جدا، لان لو السكر عالي انا محتاج اشرب ميه كتير. طيب اعرف منين ان انا عندي تايب 2 مش تايب 1؟ تايب 2 زي ما قلنا احتمال كبير يكون وزن كبير، ثانيا في شويه مجموعه اعراض بقى كده ممكن تحصل. اولا ممكن ابتدي وزني يقل من غير ما اكون انا قاصد ان انا وزني يقل، الاقي نفسي بعطش كتير، بشرب ميه كتير، وفي نفس الوقت تبول كتير، لأن المايه دي كلها السكر عالي زي ما قلنا فبينزل في الكليه، ولو اعلى من 180 الكليه بتتخلص منه وبينزل معاه كميه مايه كبيره جدا. احساس بالتعب طول الوقت، لو اتجرحت جرح والسكر عالي ما بيخفش بسرعه زي اللي السكر بتاعه مش عالي. في حاجه بتظهر على الجلد ساعات وخصوصا في منطقه الرقبه هنا من ورا او تحت الباط، تلاقي الجلد غمق، اسمها ايكانثوسيس نيجريكان، دي ممكن تكون علامة لو انا ما عنديش اي حاجة من الاعراض دي، بس مرة واحدة اكتشفت ان حوالين رقبتي هنا كده او تحت باطي هنا او فوق الكتاف الجلد غمق وبقى عامل زي الفيلفتي كده، زي الملمس اللي هو القطيفة ده، زي ملمس القطيفة، الجلد يبقى عامل زي ملمس القطيفة كده وفي نفس الوقت مغمق زيادة عن بقية الجلد في التانية بتاعت الرقبة دي او تحت الباط، دي اسمها ايكانتوسيس نيجريكان، دي ممكن تكون علامه ان السكر عالي وانا مش واخد بالي لان ما عنديش بقيه الاعراض، ما بشربش ميه كتير، ما بتبولش كتير. ممكن كمان ياثر على النظر، الاقي عندي بلورد فيجن، تعبان طول الوقت، خمدان طول الوقت، في ناس يغمى عليهم، مريض السكر عالي برضو بيبقى عرضه للانفكشنز اكتر، يعني تبص تلاقي مثلا في لو مريض سكر ما يعرفش ان هو عنده سكر والسكر بتاعه مش متنظم، لو في دور انفلونزا مثلا دخل البيت تلاقي كل الموجودين في البيت خدوا الدور يومين ثلاثه وخفوا، 3 4 ايام وخفوا، لكن هو تلاقيه تعب جدا وتعب والموضوع طول معاه، لان السكر العالي ده بيتعب المناعه، بيخلي المناعه ما تعرفش تشتغل، فبدل ما يقدر يقضي على الفيروس اللي سبب الاعراض ديت في 3 4 ايام ممكن ياخد 3 اسابيع. فلو انا شفت الاعراض دي اروح برضو على طول اعمل تحليل سكر عشان اشوف انا عندي السكر ولا لا. طيب العلاج بقى، انا دلوقتي عرفت الاسباب وعرفت ممكن اتجنبه ازاي، طيب لو انا عندي السكر اعمل ايه؟ اولا لازم تاكل في اوقات ثابته في اليوم، ما ينفعش سكيب اميل، يعني هتاكل مثلا 3 وجبات يبقوا 3 وجبات في اليوم في نفس الوقت تقريبا. لو انت بتاخد علاج اورال بس، اقراص، الاقراص دي في منها كتير،
بيشتغل على خلايا البنكرياس يضغط عليها ان هي تطلع انسولين اكتر، في منها بيخلي الكليه تنزل السكر اقل حتى من 180 تتخلص منه، في منها بيشتغل في الكبد يخليه ما يعملش سكر جديد، حاجه زي اللي اسمه في مصر جلوكوفاش تقريبا، الميتفورمين. الميتفورمين ده بيخلي الكبد ما يعملش جلوكونيوجينيسيس، ما يطلعش سكر جديد، فيضطر يستعمل السكر الموجود في الدم. عشان كده في ناس كتير بتاخد الميتفورمين حتى لو ما عندهمش سكر عشان يخسوا. لو انا باخد انسولين، ودي حاجه مهمه جدا، في انواع من الانسولين، في نوع بيسل، بيسل ده بيقعد طول اليوم، بيقعد اكتر من 24 ساعه في نفس المستوى، وفي نوع بيبقى فاست سبيرت كده، يعني اخده يعلى في خلال يبيك في خلال ساعه وبعدين ينزل تاني يقل تاني، ده بيتاخد بري ميل قبل الوجبات. في تركيبه بتبقى مع بعضها نوع من الانسولين، وده اشهر واحد وارخص واحد فيهم، اللي هو 70 30 70 30، ده بيبقى فيه البيسل اللي هو بيقعد 24 ساعه، وبيبقى فيه الشورت اكتنج دوت اللي هو بيقعد قبل بيتاخد قبل الاكل ويخلق يبيك في ساعة وبعد كده يرجع يقل تاني على طول. لو أنا باخد الإنسولين البيسل ده لازم أخده طول الوقت، حتى لو جه في يوم مكلتش لازم أخد البيسل ده اللي هو بيقعد ال 24 ساعة، لأن لازم الجسم فيه إنسولين طول الوقت. لو أنا مريض تايب 1، في ناس دايما يختلط عليهم الأمر يقول طالما أنا باخد إنسولين يبقى أنا تايب 1، لا مش شرط على فكرة. تايب 1 ما يقدرش يستغنى عن الانسولين، تايب 1 لو قعد يوم او يومين من غير انسولين يموت. لكن تايب 2 بعد وقت لما بياخد اقراص تضغط على البنكرياس عشان يطلع انسولين اكتر، او يخلي الخلايا تستعمل الانسولين اللي هو الجسم بيطلعه، او يخلي الكليه تتخلص منه، كل دي انواع اقراص. بعد فتره الخلايا بتاعت البنكرياس دي بتبقى اتحرقت وتعبت ومش قادره تعمل انسولين، فبيضطر ان هو يستعين بانسولين خارجي. فمش شرط عشان انا باخد انسولين ابقى انا تايب 1. تايب 1 ما عندوش انسولين في جسمه خالص، الخلايا كلها البيتا سيلز دي اتدمرت تماما، فلو عاش يوم واحد من غير ما ياخد انسولين في خلال 24 ل 48 ساعه يموت، ده تايب 1. لكن تايب 2 يقدر يعيش من غير ما ياخد الانجكشن انسولين ده، بس هيبقى تعبان. ليه؟ لان هو مازال عنده البنكرياس بتاعه بيطلع كميه انسولين، صحيح مش كفاية إن هي تظبط له السكر، لكن كفاية إن هي تبقيه على قيد الحياة. ده الفرق بين تايب 1 وتايب 2. طيب لو أنا باخد أنسولين، أخد بالي جدا، لو أنا باخد شورت أكتنج اللي هو بيتاخد قبل الأكل، لازم آكل بعدها، ما ينفعش تاخده وبعدين ما تاكلش. ليه اللي هيحصل؟ لأن لو أنت خدته وبعدين نسيت تاكل، الأنسولين هيعلى جدا في اللي أنت خدته ده، هيعلى جدا، هيبيك في خلال ساعة، هيقلل السكر في الدم خالص، هيجي لك هايبوجلايسيميا، السكر يقل عن 70 60 50، يغمى عليك، لان الجسم محتاج الجلوكوز ده في الدم عشان يفضل يعمل العمليات الحيويه بتاعته سواء في المخ او في بقيه خلايا الجسم. فخلي بالك كويس جدا، لو انت بتاخد بري ميل انسولين لازم تضمن ان انت هتاخد الانسولين قبل ما تقعد تاكل دلوقتي. طيب في شويه نصائح كده بحب اديها لمريض السكر، ازاي يقيس السكر بتاعه، وازاي يظبط الانسولين بتاعه، وازاي يظبط الاقراص بتاعته. كل مريض سكر المفروض يقيس السكر بتاعه يوميا، وخصوصا لو بياخد انسولين، عشان كمان لما يروح للدكتور بتاعه بعد شهر او شهرين او 3 في المتابعه يقدر يوري له النتائج بتاعته كانت عامله ازاي في خلال الشهر اللي فاتت، عشان الدكتور يقدر يقرر ازود الانسولين اقلل الانسولين، هل هو كده مظبوط، هل انا محتاج اغير حاجه في الاكل، محتاج اغير حاجه في الانسولين. فقياس السكر ده مهم جدا، الاكيو تشيكس دي، لو تشك نفسك وتقيس كميه السكر. افضل طريقه انا شفتها ان انت تقيس السكر 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم. اول مره بيفور بريكفاست، قبل ما تفطر، قبل الفطار. ليه؟ لان ده بيوري لك السكر عامل ايه طول الليل، قبل ما تفطر اول ما تصحى تقيس السكر، وده بيقول لك السكر كان عامل ايه في الجسم طول الليل، هل كان قليل في الليل، هل كان عالي في الليل. دي اول مره تقيس فيها. تاني مره
2 hours after lunch. ساعتين بعد الغد. ليه ساعتين بعد الغد؟ انا غد اكلت، السكر عالي، خدت الانسولين بتاعي، خد له ساعه قبل ما اظبط السكر تاني. فالفتره دي تقريبا بتاخد حوالي ساعتين عشان اشوف هل بعد ما انا اتغديت وخدت الانسولين بتاعي هل مازال السكر عالي ولا السكر قل قوي. انا ممكن اكون باخد انسولين زياده عن اللي انا محتاجه يكون قل قوي. ساعتين ده كده الوضع المظبوط جدا. وبرده تالت مره 2 hours after dinner، ساعتين بعد العشاء. قيسوا 3 مرات في اليوم، قبل الفطار، ساعتين بعد الغداء، ساعتين بعد العشاء. بعد ما اقيسه ممكن اجيب ورقه زي دي كده واسطرها واكتب الايام بتاعتي واكتب النتائج. انا النهارده السبت مثلا خدت، كان السكر كان 120 قبل الفطار، كان 200 بعد الغداء، وكان 230 بعد العشاء، وهكذا بقى. واكتب بقى الارقام ديت، ولما اروح للدكتور اللي انا بتابع معاه اوري له الورقه دي، اقول له شوف الاسبوع اللي فات مثلا او الاسبوعين اللي فاتوا دول، دي القياسات بتاعتي ده في الاوقات اللي انا قلت عليها دي. هو من خلال التوزيع دي او الكتابه اللي انت كتبتها له دي هيعرف هل انت كده بتاخد انسولين كفايه، هل مواعيد الانسولين مظبوطه، هل محتاج يزودها، هل محتاج يقللها، هل محتاج يظبط فيها حاجه. دي افضل طريقه انا شفتها في التعامل مع مريض السكر والقياسات بتاعه السكر. لو انت مريض سكر وما عندكش مشاكل في القلب، حاول تشرب ميه كتير. لو عندك مشاكل في القلب دي مشكله تاني، احنا اتكلمنا عن موضوع القلب في مقطع اللي فات، وقلنا ان مريض الهارت فيلير لازم يحدد السوائل بتاعته بلتر ونص بس في اليوم. لكن لو انت ما عندكش هارت فيلير، حاول تزود كمية السوائل اللي انت بتشربها، لان لما السكر بيبقى عالي بينشف المية من خلايا الجسم، فلما تشرب انت مية بتعوض المية اللي السكر ده بينشف. خلي بالك السكر مش بس اضرار السكر مش بس ان فيه شوية سكر عاليين في الدم، لا. السكر لما بيكون عالي بالمنظر ده بيبقى عامل زي، احب اشبهها دايما زي مية النار او الباري اسيد ده، لما يتدلق على حاجه معدن بيعمل فيها خروم. السكر بيعمل كده في تقريبا معظم خلايا الجسم. هتلاقي السكر لو عالي فتره طويله مش متظبط، لو انا بقى مستعفي واللي هو مش هاخد علاج او مش هلتزم بالعلاج بتاعي او هاخده وقت ما افتكر بس، او هاكل اللي انا عايزه، هاكل الحلويات اللي انا عايزها وهاكل بالطريقه اللي انا عايزها، فالسكر بتبقى النتيجة ان السكر عالي في الدم معظم الوقت. طب السكر العالي ده ممكن يعمل ايه؟ لو بصيت من شعر الراس لحد اطراف الرجل السكر بيعمل مشاكل. السكر ممكن يأثر على العينين، وممكن يعمل عمى، ممكن يعمل كاتراكت في العدسة، يدخل السكر ده جوه العدسة ويمص مية معايا ويعمل كلاكيع كده ويعمل كاتراكت في العدسة. ممكن السكر العالي يخلي أوعية دموية جديدة تطلع حوالين الشبكية، vascular neogenesis ديت، وقد تؤدي في النهاية للعمى. عشان كده مريض السكر لازم يكشف عند طبيب العيون مرة كل سنة، كل سنة يروح يعمل كشف قاع عين عشان يتأكد إن السكر مش مؤثر على الشبكية بتاعته أو القرنية أو العدسة بتاعت عينه مرة كل سنة. السكر ممكن يأثر على المخ، ممكن يعمل مشاكل كتير جدا في المخ. السكر ممكن يأثر على القلب، ومن العوامل الأساسية اللي ممكن تؤدي لأن الإنسان يصاب بالمايوكارديال انفاركشن أو يجيله أزمة قلبية أو الذبحة الصدرية، هو إن السكر يكون عالي، السكر والضغط. السكر ممكن يأثر على الأوعية الدموية نفسها ويعمل فيها انسدادات ويعمل فيها يخليها تضيق، بيعمل ضيق وتصلب في الشرايين، لان برضو ساعات السكر يدخل جوه جدار الشرايين ويعمل فيها تصلب. السكر بيأثر على الكلى، ممكن يدمر الكلى تماما. ومعظم مرضى الفشل الكلوي غالبا بيبقى، يعني المريض الفشل الكلوي يبتدي يغسل غالبا بيبقى عنده السكر وقت طويل، سكر وقت طويل او ضغط وقت طويل او الاثنين مع بعض وما تعالجوش، فبيصل بيه الحال في النهايه ان هو الكلى بتفشل تماما، لانه بيبقى حمل كبير جدا. السكر العالي حمل كبير جدا على الكلى طول الوقت، السكر العالي حمل كبير جدا على الكبد، وقد يؤدي لحاجه اسمها فاتي ليفر، والفاتي ليفر ده ممكن يعمل سيروسس في الاخر، ممكن يعمل تليف في الكبد لو السكر عالي وقت طويل. السكر بيأثر كمان
في تأثيره على الأوعية الدموية بيأثر على الأعضاء الجنسية. فمريض السكر العالي لوقت طويل ممكن يوصل لمرحلة إن هو يبقى عنده erectile dysfunction أو ما يبقاش عنده انتصاب. السكر العالي بيأثر على الأعصاب لأنه بيحرق وبيتعب الأوعية الدموية اللي بتغذي الأعصاب، وممكن يعمل التهاب في الأعصاب نفسها. فتلاقي مريض السكر عنده حاجة اسمها التهاب الأعصاب الطرفية. فتلاقي مريض السكر أطراف صوابعه وأطراف رجليه، صوابع رجليه بتوجعه، وبعد فترة من كتر التهاب الأعصاب الطرفية دي يفقد فيها الإحساس. فتلاقيه ما بيحسش بصوابع رجليه، ما بيحسش ببطن رجله، ما بيحسش بين صوابع رجليه. فممكن لدرجة إن هو ممكن ما يكونش حاسس بالفوت كلها، القدم بتاعته كلها ما يكونش حاسس بيها من كتر ما السكر عالي، التهاب الأعصاب الطرفية ده عنده بقاله فترة طويلة، لدرجة العصب فقد الإحساس. فتلاقيه هو ماشي ممكن يخبط رجله في حاجة، ولأن هو مش حاسس ما يعرفش، تكون الفوت القدم بتاعته أو صباع رجله اتعور، بس هو مش حاسس ومش بيبص على قدمه كتير كل يوم، فيبقى في جرح والجرح ده يتلوث، وبعد شوية يكتشف ان الجرح ده لان السكر عالي ما بيخفش كمان، فيعمل قرحة والقرحة دي تتلوث. فبنسمع دايما كتير عن مريض سكر اتقطع له صباع رجله او اتقطعت رجله او اتقطع الفوت بتاعه، مشط رجله، قدم رجله، او اتقطع حتى لحد ركبته. ليه ده بيحصل؟ لان التهاب الاعصاب الطرفية ده فترة طويلة، السكر كمان أثر على الأوعية الدموية اللي بتغذي الرجل، فعمل فيها تصلبات وعمل فيها تقرحات، فبقى لا الدم وصل لها كويس ولا الأعصاب حاسة بيها كويس، فيبتدي يحصل فيها ألسر أو قرحة لأن الدم مش قادر يوصل للمنطقة دي ويشفيها ويغذيها، والقرحة دي بعد كده تتلوث، المناعة ضعيفة من السكر العالي مش قادرة تتخلص على البكتيريا أو المايكرو أورجانيزمز اللي عاملة التهاب في القرحة دي، بعد كده توصل للجانجرين أو اللي بيقول عليها الغرغرينة، وتضطر ان انت تقطع تبتر القدم ديت او الرجل دي عشان بقية الجسم ما يتلوثش. ازاي اتجنب ده كله؟ ان انا اتشيك ماي فيت افري داي، بص على كل يوم قبل ما تنام لو انت مريض سكر، امسك رجلك بص فيها كويس، بص في صوابع رجليك وبص بينها كويس، اتاكد ان مفيش اي جرح، مفيش اي خبطه انت ما حسيتش بيها، مفيش اي قرحه من بدايتها، لان لو لحقتها من بدايتها وعالجتها كويس ونظفتها ممكن تخف وما توصلش للمراحل المتقدمه. اخلي السكر بتاعي متظبط دايما. لو عملت كده تتجنب كتير جدا تروح عند دكتور العيون مره في السنه، وتروح عند دكتور القدم مره في السنه، تتشك يور فيت افري داي، بص على اقدامك كل يوم، ظبط السكر بتاعك بالطريقه دي، ودي حاجه تضمن لك ان انت تعيش فتره اطول وتعيش مرتاح اكتر وتقلل الاضرار اللي ممكن السكر يسببها. واشكركم ونلتقي في مقطع اخر.